بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة رئيس القمة العربية 33، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي والسعادة، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الامتنان لمملكة البحرين الشقيقة بقيادة أخي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد على الاستضافة الكريمة لهذه القمة وحسن التنظيم والوفادة. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما بذلوه من جهد خلال رئاسة المملكة للدورة الماضية ومساعيهم المثمرة في توحيد الكلمة والموقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتعزيز العمل العربي المشترك في مرحلة عصيبة من تاريخ أمتنا. كما أشيد بجهود الأمين العام للجامعة العربية وكل العاملين معه على تعزيز العمل المشترك والفاعل في هذه المرحلة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، تنعقد هذه القمة في ظروف عربية بالغة التعقيد مع استمرار الحرب الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم للشهر السابع على الشعب الفلسطيني المقاوم والصابر، الذي يترقب من هذا الاجتماع قرارات شجاعة لإنهاء معاناته وتحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. وتجدد الجمهورية اليمنية من هذا المنبر التأكيد على موقفها التاريخي الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته التي ما تزال وستبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني، حتى في ظل ظروف الحرب القاهرة التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني بدعم من النظام الإيراني. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد أكدت هذه المحنة أن التضامن العربي والدبلوماسية الفعالة هي خيار مثالي لمواجهة قوى الاحتلال والاستبداد والعنصرية التي تلجأ إلى العنف المفرط هروباً من مواجهة الحقيقة. كلما لاحت في الأفق أي فرص للسلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وهو ما تجلى من خلال جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أثمرت تضامناً دولياً غير مسبوق إلى جانب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أقر بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وإنه لمن دواعي الارتياح أن يستمر هذا الجهد الدبلوماسي الجماعي العربي في مختلف المحافل جنباً إلى جنب مع المساعي الحميدة للأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر لاحتواء وحشية العدوان الإسرائيلي، على أمل أن تقود هذه الوساطة المقدرة إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار والتخفيف من هول المأساة. وهنا أعود للتذكير بأهمية التفريق جيداً بين هذه المواقف وجهود المؤازرة الرسمية المسؤولة التي تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، وبين محاولات القفز الانتهازي على المحنة بغية تحقيق مكاسب سياسية توسعية في المنطقة وادعاء بطولات وهمية لم تسهم في شيء سوى الإضرار بمصالح واقتصاديات شعوبنا وأمنها القومي وتشتيت الاهتمام الدولي بعيداً عن جحيم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن الحرب اليمنية التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في بلادنا قبل 10 سنوات ستبقى من أكبر التحديات للبلدان العربية ومصالح شعوبها. ذلك أن المخاطر المرتبطة بممارسات تلك الميليشيات لن تنتهي بتهديد أمن الملاحة الدولية وحرية التجارة العالمية، بل من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإفشال أي فرصة لتنمية بلداننا وتبادل المنافع ونشر المعرفة بين شعوبها كما تأمل مقررات هذه القمة. إنني على إدراك كامل بالمحاذير التي يطرحها البعض
بشان عدم انتقادي أي فعل موجه ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، لكنني أتحدث هنا عن جماعة مارقة من قومنا لا تملك من الرصيد الأخلاقي ما يؤهلها للدفاع عن القضايا العادلة، وهي التي تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص من أبناء شعبنا اليمني، وتشريد أكثر من 4 ملايين آخرين، وحاصرت المدن، وصادرت الممتلكات، وفجرت المئات من دور العبادة والمنازل، وأغرقت البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهي اليوم تواصل الهروب من استحقاق السلام ودفع رواتب الموظفين إلى خيار الحرب والتباهي باستهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية التي أضرت بالقضية الفلسطينية وحولتها إلى مصدر تهديد للمنطقة والعالم، وهي القضية التي كانت وستظل أساساً للحل وقصة كفاح ملهمة من أجل الحرية والسلام. ومع كل ذلك فإننا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نثمن الجهود الإقليمية والدولية للتسوية للوصول إلى حل شامل للقضية اليمنية بالاعتماد على المرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً القرار 2216. وعند الحديث عن مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك يكفي أن نتعلم من الحالة اليمنية كيف يمكن لميليشيات إرهابية أن تلحق ضرراً بالغاً بالمنطقة والعالم بأسره عندما يترك بلد عربي واحد عرضة للتدخلات المعادية للأمة وهويتها ودولها الوطنية. ولهذا وجب التنبيه من إخضاع قضايانا المصيرية لحسابات آنية مع استمرار تلك التدخلات في شؤوننا الداخلية، لأن الخطر يمكن أن يداهم بلداننا واحدا تلو الأخرى. وانطلاقا من هذه التجربة فليس أمامنا من خيار لمجابهة تحدياتنا المشتركة إلا بالتصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية في المنطقة العربية وردع التدخلات الإيرانية في شؤوننا الداخلية عبر ميليشياتها العميلة، كما يتطلب الوضع مضاعفة التنسيق لمكافحة التطرف والإرهاب وإنهاء الخلافات البينية والحروب والانقسامات الداخلية والاستثمار في مواردنا الكامنة للحد من البطالة والأمية وتحسين فرص العيش وتشارك خيرات التنمية والمعرفة والتقنيات الحديثة. في الختام إننا على ثقة بأن تكون هذه قمة الحكمة برئاسة أخي جلالة الملك حمد بن عيسى لتمثل تحولاً مهماً في مسار العمل العربي المشترك، مستلهمين من هذا البلد العزيز إدارته الحكيمة للتحديات ونجاحه الفريد في تحصين جبهته الداخلية والدفاع عن هويته الوطنية العربية كمثال يحتذى. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.